طبعا يا أول بدنا نكمل في الـ check up اللي هي الريفيجن المراجعة. حلينا في الفيديوهات السابقة نمبر 1 ونمبر 2، هلا عندي نمبر 3. نمبر 3 هو طبعا أنا بيج 71، صفحة 71. يلا مع بعض، صفحة هيا 71. حلينا 70 وخلصنا منها 71. طبعا هاي الصفحة آخر صفحة في الوحدة. طبعا يعني أنا يوم الثلاثاء راح تكون نهاية يونت 7. إن شاء الله يوم الخميس عندي أنا كله إنجليزي، راح نبلش بيونت 8. يونت 8 إن شاء الله بنبلش فيها يوم الخميس. خلينا هلأ نكمل التشيك أب بيج 71، صفحة 71 بالورك بوك. طبعا أنا هلأ هاي مراجعة بحكي لك درو لاينز، بدك ترسمي خطوط، بدك توصلي. طبعا انا عندي هون جاردن، ستيرز، عندي باثروم، عندي ليفينج روم. الليفينج روم والسيتينج روم واحد، وعندي بيدروم، عندي كيتشن، وانا عندي هون ايش جاردن، وعندي ايش بدي الفظ واتهجى اقرا لحالي. هو حل لي نمبر 1، شايفه هاي الكلمه اخر واحدة، بيدروم. بدي اروح ادور وين البيدروم واعملها لاين، بس ارسم لاين خط اوصل هالكلمة مع الغرفة. هلا عندي يلا مع بعض نتهجى جي، شو بلفظها جي؟ جا. اذا اج و اجا و ار جار و دي جار، جاردن. يا عيني عليكم جاردن. واتس ذا مينينج اوف جاردن؟ شو يعني جاردن؟ حديقة. يلا نرسم لاين مع الجاردن، جاردن لاين. يلا نعمل لاين مع بعض. هاي انا بدي اساوي معاكم لاين، هاي جاردن شايفينها. طيب نروح للثانية، كيت. الاي هون بلفظها اي، كيت ت ت ت ت كيتشن. كيتشن وير ذا كيتشن؟ شايفينها بعمل لاين لاين. اروح للي بعده، باث روم. وير از ذا باث روم؟ وين الباث روم؟ شايفين الباث روم؟ هيو بوصلها. بعديها ليفينج، ليفينج روم اللي هي سيتينج روم، غرفة ايش الجلوس، ليفينج روم او غرفة المعيشة. اخر واحدة بيدروم، موصلة بعلم عليها. طبعا المحلول بعلم عليها. طبعا هون عندي نمبر 4، think about these questions، فكري بهدول الأسئلة. where is mom؟ وين المام؟ طلع على الصور، where is mom؟ it's، هيا شايفينها it's، بحكي it's عن المام. ايش الضمير البعود عن المام؟ where is mom؟ ممتاز يا عيني عليكم، excellent. she is in the kitchen، she is in the kitchen، برافو عليكم. بدنا نحكي الضمير البعود عليهم. where is dad؟ where is dad؟ وين الداد؟ he is in the bathroom، he is in the bathroom. يا عيني عليكم، he is in the bathroom، excellent. طيب where is Anna؟ وينها أنا البنت؟ هي أنا، she is in the living room، she is in the living room. where is Tom؟ Tom he is in the bedroom. where is the dog؟ it's in the garden. طبعا هدول الأجوبة ما بتجي تجاوب عليهم، لا بس think، تفكر يعني ايش، زي conversation، بدي ايش تسأل حالك، امك تسألك وانت تجاوب عن الأسئلة، انه عشان اللانجوج اللغة تقوى عندك. ماشي. وهدول المام والداد وانا وتم ودوغ، هذول الشخصيات الموجودة هون. ماشي. طيب هذا التمرين، بس هذا المطلوب تحلوه تبعتوا لي اياه على نور سبيس،
وأنا بانتظار حلكم، ويعطيكم ألف عافية. طبعا هذا التمرين Write about the picture اختياري للي بدي يعني يحله. مثلا الجملة الأولى اختياري، مثلا هون Where is mom؟ Where is mom؟ هاي هالمام بحكي She is in the kitchen، أو My mom is in the kitchen. Where is dad؟ He is in the bathroom. وهيك بكمل وبعمل ايش؟ فقرة اختياري للي بدي حله. Write about the picture، تطلع الصور واكتب عنهن. انا مش طالبة هذا التمرين اخر اشي، انا طالبة هذا التمرين عشان نغرس المعاني فيش فروسنا. كمان مرة garden حديقة، kitchen مطبخ، bathroom حمام، living room غرفة المعيشة او الجلوس، bedroom اللي هي غرفة النوم. وطبعا انا هيك اول بكون ختمت يونت 7، وان شاء الله رب العالمين يوم الخميس بدنا نبلش يونت 8. كنا بدنا نستعد ليونت 8 ونختم يونت 7، وان شاء الله يعني تكونوا اتقنتوا المعاني، اتقنتوا القواعد الجرامر اللي هي الحروف الجر، اتقنتوا البرونونس الذي والهي والشي والات استخداماتهم. يعني هاي تلخيص كل الوحدة. ويعطيكم ألف عافية وشكرا لجهودكم.